بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الدرس الثاني يا شباب عن القوة، او الفصل الجديد عامة بنتكلم على القوة. قبل بس ما نشرح درس القوة، في اسئلة بس عندك في كتاب الوزارة صفحة 102. هقول الاختيارات على السريع وبعد كده ممكن ابنزل لكم الحلول بتاعت الاجابات دي، حلول كاملة ان شاء الله. السؤال الاختيار رقم 9، ما الذي يعبر عن كمية الجسم في كمية المادة في الجسم؟ عندك 4 اختيارات: السرعة، الوزن، الكتلة، التصارم. فالإجابة هنا يا شباب هتكون الكتلة إن شاء الله. أي مما يساوي السرعة: تسارع على الزمن، تغير السرعة متجه على الزمن، مسافة على زمن، إزاحة على زمن. هنا السؤال كتب سرعة بس، ما كتبش، ما حددش نوع السرعة. طالما كتب سرعة بس يبقى هنقول المسافة على الزمن. لكن لو نفس السؤال كتب سرعة متجهة هختار الإزاحة على الزمن. السؤال رقم 11، أي الأجسام الآتية لا يتصارع؟ يعني ما عندوش تصارع. إمتى لو عندوش تصارع؟ إحنا قلنا حالتين: إذا كان واقف أو إذا كان ماشي بسرعة ثابتة. يبقى الإجابة يا شباب هتكون ألف: طائرة تطير بسرعة ثابتة. السؤال 12 من الأسئلة مرة مهمة، أي من مايات يعبر عن التسارع؟ 5 متر شرقا، 15 متر على الثانية شرقا، 25 متر في الثانية تربيع شرقا، 32 ثانية شرقا، ثانية تربيع شرقا. هو قال لي تسارع، تسارع يبقى لازم متر على الثانية تربيع، متر كل ثانية تربيع. يبقى الإجابة هتكون جيم يا شباب. السؤال اللي بعده، على ما يدل المقدار 18 سنتيمتر الثانية؟ سنتي في الثانية يعني دي سرعة، وشرقا يعني متجه، يبقى سرعة متجهة. ما العبارة الصحيحة عندما تكون السرعة متجهة؟ تبقى السرعة ثابتة، يتغير اتجاه الجسم، تزداد مقدار السرعة، يتباطأ الجسم. طالما قال لي السرعة والتسارع في نفس الاتجاه يبقى هنا يزداد التسارع، أو يزداد التسارع معناها تزداد السرعة. أي مما يأتي، يبقى الإجابة رقم 14 هتكون جيم، تزداد مقدار سرعة الجسم. أي مما يأتي يساوي التغير في السرعة مقسوما على الزمن؟ هنا التسارع. إذا سافرت مدينة من مدينة إلى أخرى تبعد عنها مسافة 200 كيلومتر واستغرقت الرحلة 2.5 ساعة، فما متوسط سرعة الحافلة؟ هنقسم، إحنا قلنا السرعة بتساوي المسافة اسمة الزمن، المسافة 200 اسمة 2.5 ساعة، 200 على 2.5 ساعة لما تيجي تحسبها تطلع لك بسرعة 80 كيلومتر في الساعة. يبقى الإجابة هنا هتكون جيم. السؤال 17 سؤال مهم، ضربت كرة بلياردو بيضاء كرة أخرى ساكنة، يعني أنا خبطت كرة بيضاء، خبطت اتحركت فخبطت في كرة أخرى ساكنة يعني كانت واقفة. فقال لك بعد التصادم الكرة البيضاء سرعتها قلت، حصل لها تباطؤ. ليه سرعتها قلت؟ لأن هي ما اصطدمت بالكرة الثانية الزخم بتاعها انتقل من الجسم الأول إلى الجسم الثاني، أو انتقل من الكرة البيضاء إلى الكرة الساكنة. يبقى هنا الإجابة أن زخم انتقل من الكرة البيضاء منها. يبقى الإجابة رقم د. ده السريع كده ملخص لأسئلة الاختيارات. نيجي للفصل اللي بعد كده اللي هو بيتكلم على القوة. يعني قوة يا شباب؟ القوة لها تعريف سهل جدا ويسير، يقول لك هي عبارة عن حاجتين: دفع أو سحب. دفع أو سحب، تدف شيء أو تسحب شيء، ده تعريف سهل. وفي ناس تقول إن أنا عندي جسم، أنا جيت زقيته دفيته من الجنب فيتحرك في هذا الاتجاه، ده معنى كلمة قوة، نفس التعريف. يعني أنا دفعته أعطيته قوة فالجسم اتحرك، ده معنى برضو قوة. القوة وحدة قياسها أشهر عالم في تاريخ الفيزياء وفي تاريخ العلم في العلوم الطبيعية، أشهر عالم هو نيوتن. يبقى وحدة قياس القوة نيوتن، ده أشهر عالم تكريما لي أنا. الراجل قالوا إن واحد هنسمي القوة وحدتها إيه؟ بالنيوتن، إنه يستحق بصراحة. طيب هنرسم مجموعة رسومات
في المنطقة دي كده، فركز معايا فيهم شوية، هم أهم شيء في الدرس ده. نسمع مجموعة حالات. لو جي قال لي عندي صندوق مثلا، وأنا جيت من الجنب هنا كده دفيته، دفعته بقوة 7 نيوتن مثلا يعني، قال لك ما الذي يحدث؟ يعني زي الألم ده هنا كده، أنا جيت قمت زقيت الألم كده، دفيته كده، دفعته، أي اللي حصل؟ الألم اتحرك في هذا الاتجاه. ليه اتحرك في هذا الاتجاه؟ لأن أنا أثرت عليه بقوة. فهنا قال لي بالجسم ده أو الصندوق ده هيتحرك كده، يبقى ده الأحمر، هذا باللون الأحمر ده اتجاه الحركة. طب عرفت منين يا أستاذ الاتجاه كده؟ من اتجاه القوة. يبقى اتجاه الحركة بيجي من اتجاه القوة المؤثرة فيه. طيب القوة هنا كم؟ قال لي قوة قاف المحصلة هتساوي 7 نيوتن. ادي الحالة الأولى. نشوف حالة تانية. طب لو جه رسمني رسمة كده يا شباب، نفس الصندوق، وقال لي أنا دفيته أو دفعته بقوة 7 نيوتن، وجاء شخص تاني ساعدني في نفس الاتجاه بقوة 4 نيوتن، إيه اللي يحصل؟ اولا هيتحرك في نفس الاتجاه ده كده. ليه يا استاذ؟ لان هما الاتجاهين في نفس الاتجاه، يعني او قوتين قف واحد وقف اثنين في نفس الاتجاه، يبقى هنا يبقى ده اتجاه الايه؟ الحركه. طيب قف المحصله بكام هنا؟ القوه المحصله، قف اللي هي القوه المحصله، هنا عندي قوتين وفي نفس الاتجاه زي ما قلنا في الازاحه، لو حد فيكم يذكر قلنا طالما نفس الاتجاه اجمع، يبقى 7 جمع 4 يعطيني 11. طب ده بالنسبة للمثال الثاني. نيجي للمثال الثالث. لو عندي قوة أولى مقدارها 7 نيوتن وجسم صندوق مثلا، وجي واحد تاني عكس الاتجاه بيزق عكسي أو بيدفع عكسي بقوة 12 نيوتن، يبقى هنا قوتين عكس بعض في الاتجاه، قف واحد وقف اثنين، أشوف مين الأكبر. الأكبر 12، فهيكون اتجاه الحركة مع الكبير، يعني هيبقى اتجاه الحركة كده يا شباب، يبقى نوع مع الكبير، الكبير جاي كده، يبقى ده اتجاه الايه؟ الحركة. يبقى السهم الأخضر ده معناه اتجاه الحركة بتاعي هنا. طيب كف، كيف أحسب المحصلة؟ قلنا قاف المحصلة هتساوي هنا 7 وهنا 12 وعكس بعض في الاتجاه، فهنا أقول 12 ناقص 7 أو طرح 7 يعطيني 5 نيوتن. 5 نيوتن. ليه يا أستاذ طرحنا؟ لأنهم عكس بعض في الاتجاه. طيب نيجي للحالة الأخيرة في الرسمة دي. لو واحد جه دف الصندوق بقوة 7 نيوتن وواحد عكسه بقوة 7 نيوتن، هنا قوتين زي بعض في المقدار وعكس بعض في الاتجاه، يعني قاف واحد نفس قاف اثنين، فقال لي يبقى هنا قاف المحصلة تساوي 0. طب والاتجاه يا أستاذ؟ قال لي يبقى كما هو، يبقى كما هو، يعني ماليش اتجاه حركة، يبقى يبقى كما هو. أنا عايز إيه من الأمثلة دي؟ أنا عايز حاجتين اتنين بس. المثال الأول والثاني والثالث، الأولاني والثاني والثالث، هنا في قوة وفي اتجاه، هنا في قوة وفي اتجاه، وهنا في قوة وفي اتجاه، يبقى الثلاث حالات دهم مشتركين مع بعض أو شبه بعض. الحالة الأخيرة حالة لوحدها، يبقى هقسم القوة نوعين، يبقى القوة بتاعتي عندي نوعين، متزنة والنوع الثاني غير متزنة. طب ايه الفرق يا استاذ؟ باختصار المتزنة هذه الحالة الأخيرة، القوة المتزنة هي قوة محصلة تساوي 0، هذا واحد. اثنين، ان الجسم بتاعي يبقى كما هو لا يتغير، يعني يا استاذ يفضل واقف؟ لا،
مش لازم. عندي برضو حالتين ونربطها بالرسمة اللي احنا رسمناها من شوية اللي هي الرسمة دي ساعة ما رسمنا كده. قلنا التصرف المنطقة دي بكام؟ قلنا بصفر. هو تسارع صفر ده هو نفس الحالة دي، ان هو قوة بكام؟ بصفر. هنا تسارع بصفر لان القوة تساوي صفر. فهنا عندي كلمة قوة متزنة عن معناها معنيين يا شباب. المعنى الاول اما الجسم بتاعي ساكن صح او متحرك بسرعة ثابتة، ماشي بسرعة ثابتة. يبقى القوة المتزنة هي قوة محصلة تساوي صفر. هذا واحد. اثنين، لا تغير حالة الجسم. يعني يا أستاذ تاني، يعني إذا الجسم بتاعي واقف يظل واقف، لو متحرك يظل متحرك. ده معنى كلمة لا تغير حالة الجسم. الحالة الثانية الغير متزنة اللي هم الثلاثة دول، اللي هو فيه قوة. طالما فيه قوة بقى فيه عندي إيه؟ حركة. يبقى هنا هي قوة محصلة لا تساوي صفر. طب دي كانت لا تغير حالة الجسم؟ لا، هذه تغير حالة الجسم. يعني ايه تغير حالته يا أستاذ؟ يعني ممكن تخليه يسرع، أو لو كان واقف تدفه فيقوم يتحرك زي كده أهو، أو لو متحرك تخليه تدفه في عكس الاتجاه فياخد يغير اتجاهه أو ياخد ريوس. فهنا ده معنى كلمة تغير حالة الايه؟ الجسم، يعني تغير اتجاه الجسم أو سرعة الجسم، إما يسرع أو يبطأ أو يغير الاتجاه. تاني، يبقى قوة، تعريف القوة دفع أو سحب، وحدة قياس القوة نيوتن. طبعا أنا ما بستفدش قوي وما بتوسعش قوي في الكلام عشان إحنا عندنا مدة فيديو قصير. الحالة الأولى لو عندي قوة واحدة بس يبقى الاتجاه فيها الحركة في الاتجاه ده كده بقوة السبعة. طبعا عندي قوتين، لو في نفس الاتجاه أجمع، لو في عكس الاتجاه أطرح. طب لو كانوا قد بعض يا أستاذ يبقى المحصلة هتساوي صفر ويبقى الجسم كما هو. معنى كلمة يبقى كما هو يعني هنا القوة اسمها قوة متزنة وتساوي صفر، لا تغير حالة الجسم. الحالة الأولى والثانية والثالثة في قيمة للقوة، هنا 5، هنا 11، هنا 7، وفي حركة. طالما في حركة فبسموها قوة غير متزنة. أتمنى تكون سهلة، وهي إن شاء الله تكون عليكم سهلة بإذن الله. في أمثلة على القوة، مثلا عندنا حاجة اسمها قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك هي قوة بس في عكس الاتجاه. يعني زي أستاذ، يعني مثلا أما تجيب أنت الألمين دول وتعمل كده هيحصل احتكاك بين الألمين، بس ده بيتحرك كده وده بيتحرك كده. فهنا الاحتكاك يقول لك هي قوة في عكس الاتجاه زي كده، يعني الايدين بيتحركوا عكس بعض. او اشهر مثال السياره، كفر السياره لما تكون بتتحرك. طب بس في حاله ايدي انا ممكن الاثنين بيتحركوا. في حاله كفر السياره او كفر السياره مع الطريق، يعني الكفر هو اللي بيتحرك لكن الطريق ثابت. قال لك بس الطريق هنا بيعمل كانه عكس اتجاه الكفر، وذلك ان الكفر بعد فتره ابوك يقول لك احنا محتاجين نغير كفر السياره. ليه نغير يا ابوي؟ لان الكفر لما يمشي على الطريق عمال يحتك بيه، فالاحتكاك بي اول حاجه عكس الاتجاه، اثنين بيحصل تاكل للكفر نفسه فلازم يتغير بعد فتره. فقوه الاحتكاك دي هي قوه مقاومه عكس الاتجاه. لازم 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 كلمه عكس الاتجاه. يبقى عندي دايما الاحتكاك بتاعي ده او احنا مرتبطين بالاحتكاك ان هو بيكون في عكس الايه؟ الاتجاه. فقوه الاحتكاك هي قوه مقاومه في عكس الاتجاه. طيب يا استاذ، كلمه قوه مقاومه يعني، ارجع بس اقف عند الكلمه دي، يعني قوه. فاللي يسري على قوه يسري على الاحتكاك. اللي يمشي على كلمه قوه يمشي على كلمه احتكاك. يعني الاحتكاك نوع من انواع القوه. يبقى الاحتكاك قوه، ثاني وثالث الاحتكاك قوه. طيب في انواع، في احتكاك سكوني. يعني ايه احتكاك سكوني يا استاذ؟ يعني الجسم الاول والثاني ساكنين، يعني زي المساحه دي والخشب، او زي السياره في البيت عندك وهي واقفه في الجراج
واقفه، هي واقفه والطريق واقف، الاثنين واقفين ساكنين، او القلم على الطاوله ساكنين. طيب احتكاك تدحرجي واحتكاك انزلاقي. انزلاقي يعني زي الفرامل بتاعت السياره مع الكفر، ده انزلاق. تدحرجي يعني لما يكون الجسم بينزل من مكان زي مثلا من تل مثلا او مكان مرتفع لمكان منخفض كانه بيتدحرج كده، دي انواع الاحتكاك. نيجي لجزئيه مهمه يا شباب، مهمه جدا يعني، اللي هي قوانين نيوتن. القانون الاول لنيوتن، القانون الاول لنيوتن اسهل قانون، بيقول يبقى الجسم الساكن ساكن والمتحرك متحرك ما لم تؤثر عليه قوة خارجية. ما لم تؤثر عليه قوة خارجية يعني يا أستاذ، يعني هنا مفيش قوة تكون أثرت على الجسم بتاعي، مفيش قوة. طب فين الحالة اللي هنا اللي مفيهاش قوة؟ الحالة دي. فهنا قال لك يبقى قانون نيوتن الأول ده مرتبط بالحالة بتاعت قوة المتزنة. يعني هنا قاف هتكون قاف الايه؟ متزنة. يعني ايه متزنة يا أستاذ؟ يعني المحصلة تساوي صفر. طيب نفهم بس الدرس، نص القانون. يبقى الساكن ساكن، الساكن ساكن مقبولة، يعني المساحة دي تفضل ساكنة، تفضل ساكنة إلا إذا أثرت عليها بقوة. لكن كلمة متحرك متحرك، هو يا أستاذ لو أنا شط الكورة هتمشي شوية بس بعد شوية بتقف، المفروض على كلام القانون هذا إن هي ما تقفش. طب ليه بتقف؟ قال لي بتقف بسبب هذا، قوة ليه؟ الاحتكاك. يبقى اللي بيخلي الجسم بتاعي يقف او ما يعني المتحرك ما يفضلش متحرك ليه؟ ان قوه الاحتكاك في عكس الايه؟ الاتجاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.